بالون بوي، الروبوت الغريب هذا اللي يحمل قصة مظلمة ومرعبة، حتى يمكن انها تكون ارعب قصة من بين جميع روبوتات فناف الثانية، خاصة انه نقدر نشوف انه له جهاز اركيد كامل وميني جيم كامل موجود في فناف سكيورتي بريتش. واكيد ان جميع الميني جيمز اللي موجودة في تاريخ سلسلة فناف وراها اسرار وقصة مخفية. واذا ما كنت تعرف هالشي فخذ عندك هالمعلومة، برنسس كويست في فناف سكيورتي بريتش، وبالاضافة الى جميع الميني جيمز اللي كانت موجودة في فناف الجزء السادس. فمن الواضح جدا ان بالون بوي وراه قصة مخفية ما كنا نعرف عنها ابدا، لكن في هذا المقطع راح نعرفها. قبل لا نبدأ على السريع، إذا كنت تحب هذا النوع من المحتوى اللي نكتشف فيه الجانب المظلم من الألعاب، لا تنسى أنك تنزل تحت وتشترك وتفعل زر الجرس، لأن أغلبكم مو مشترك، فتأكد أنك مشترك تحت عشان ما تفوتك النظريات والأسرار المرعبة عن فناف وغيرها من الألعاب الثانية. وإذا استمتعت بالمقطع انزل تحت وحط لايك، خلونا نوصل 10,000 لايك، أنتوا قدها بإذن الله. ولا تطلع من المقطع لأني حاب أشكر جميع المنتسبين في القناة، يعطيكم العافية على الدعم. وإذا حاب أنك تنتسب في القناة لازم أنك تضغط على زر الانتساب تحت، وراح تساعد تطوير محتوى القناة بمبلغ جدا قليل مقابل بعض المزايا الخاصة. واخيرا استمتع في هذا المقطع اللي راح نكشف فيه القصة المظلمة اللي ما حد لاحظها او تكلم عنها وراء بالون بوي. جيب لك اي شيء تاكله واستمتع. طبعا اللي ما يعرف بالون بوي ظهر لاول مره في فايف نايتس ات فريديز 2 او الجزء الثاني من فناف، واللي مو فاهم قصه هذا الجزء فقاعد اسوي تختيم لجميع اجزاء سلسله فناف في قناه الجيم، وبرضه نكتشف بعض الاسرار من هنا وهناك، فالرابط موجود في الديسكريبشن تحت. واول ما نلقي نظره على بالون بوي راح تشوف انه عباره عن روبوت مرعب زي بقيه الروبوتات، لكن بالحقيقه واحد من اكثر الشخصيات اللطيفه في فناف، وهذا الشيء تقدر تلاحظه من خلال تصميم الشخصيه نفسه. والشيء المثير للاهتمام انه اكثر شخصيه تشبه البشر من بين البقيه، مع ابتسامه هو أسنان تشبه أسنان البشر بشكل جدا كبير، وهذا شيء منطقي لأنه تم تصميمه عشان يشبه طفل صغير مع عيون كبيرة ولونها أزرق. ما أدري صراحة كيف نقدر نربط لون العيون بمثلا أحد الأطفال متلبسة ولا شيء، لأني شخصيا ما أعتقد أنه مجرد ذكاء اصطناعي، بحكم أنه نسمع صوته بشكل متكرر وبرضه باين أنه في شخص بداخله لما يقعد يطاردنا في فناف 2. صح أنه ما عندي أدلة كافية على النظرية هذه، لكن ما تقدر تتجاهل تصرفاته الغريبة. وبحكم أنه ذكرنا لون عيونه، لاحظت شيء مثير للاهتمام بخصوص هذا الموضوع، لأن في احدى الميني جيمز في سيستر لوكيشن نقدر نشوف سيركس بيبي لون عيونها ازرق قبل لا تقتل اليزابيث، وهذا يعني انها ما زالت ذكاء اصطناعي. لكن بعد مرور الوقت من هذه الاحداث راح يصير لون عيون سيركس بيبي اخضر، واللي هو لون عيون اليزابيث افتن، وبالتالي تلميحه انها تلبست سيركس بيبي. فيمكن انه نقدر نربط هذا الشيء في بالون بوي وشخصيه دي دي ان من التيميت كوستم نايت، لانه نشوف انه يشبه بالون بوي بشكل جدا كبير ولون عيونه اخضر. طبعا هذا ما هو موضوعنا لليوم، لكن مجرد تفصيل صغير حبيت اني اذكره. المهم انه نقدر نشوف ان بالون بوي قاعد يمسك ببالون في يد اليمين ولوحه في يد اليسار مكتوب عليها بالونز، وباين من شكله كذا ان هذا الروبوت اللي يشبه الاطفال تم استخدامه لتوزيع البالونات لزبائن المطعم، او بمعنى اخر الاطفال. وزي ما قلت لكم انه يقدر يتكلم، ولما نسمع صوته نقدر نلاحظ ان الروبوت بريء ومو عدائي. هاي هلو. وبرضه تم وصفه في جزء هيل بوانتد انه يحب يسوي مقالب مسوي فيها رامز الخوي. وطبعا هذا الشيء مرتبط لما تواجه بالون بوي لما تلعب اللعبه، خصوصا في فناف 2، لان بدل ما يهجم عليك ويقتلك زي بقيه الروبوتات يعطل الكشاف حقك اللي تستخدمه وبرضه الانوار حقت الفنت. فهذا دليل ثاني على انه بالحقيقه روبوت بريء ومو عدائي يمكن. فلهذا السبب لازم انك تركز على بالون بوي وانت تلعب. وبالمناسبه بالون بوي برضه يظهر في احدى الميني جيمز في فناف 3، واللي هو شيء راح نرجع له بعدين في المقطع، راح اشرح كمان الميني جيم الخاص فيه اللي موجود في سكيورتي بريتش، فتاكد انك تتابع المقطع للنهايه. وكمان ظهر على شكل روبوت فانتوم من بين روبوتات الفانتوم اللي في فناف 3، واللي بالمناسبه سويت مقطع قبل كذا شرحت فيه قصتهم بشكل كامل ونظريتي بخصوص روبوتات الفانتوم، فالرابط في الديسكريبشن تحت اذا حاب انك تشوفه. المهم انه بعد ما ظهر في فناف 2 وفناف هيل بوانتد وبرضه ظهور المتقطع في فناف 3، بوي برضه ظهر مره ثانيه في الدي ال سي او الاضافه لجزء هيل بوانتد اللي اسمها ذا كيرس اوف دريدبير، ظهر في احدى الميني جيمز اللي اسمها تريك اور تريت. فمن الواضح ان الشخصيه هذه ظهرت كثير في الميني جيمز الخاصه بفناف، بالحقيقه كل ما تظهر لازم انها تظهر في ميني جيم. واخر ظهور له بشكل فيزيائي او على شكل جسده كان في فناف اي ار سبيشال ديليفري، لان بعد كذا ظهر على شكل رقمي في سكيورتي بريتش وبرضه في احدى الميني جيمز. المهم انه في فناف اي ار نشوف بالون بوي ولاول مره يقدر انه يقتل اللاعب، واللي هو شيء مثير للاهتمام بحكم انها مو من عادته يسوي زي كذا. لكن الشيء المثير للاهتمام اكثر هو ان بالون بوي بالحقيقه يمتلك اشكال متعدده زي فانتوم بالون بوي زي ما قلت، وبرضه عندنا جي جي واللي نعرف ان اسمها بالون جيرل من كتاب ذا فريدي فايتس، وطبعا تقدر انك تستنتج من اسمها انها النسخه الانثى من بالون بوي، وبرضه زي ما الكتاب يشرح انها ما تلعب دور كبير ومؤثر في فناف 2، لكنها كانت مجرد استر ايج او حاجه زي كذا، واللي تظهر تحت الطاوله او الديسك وتجلس تطالع بدون اي فائده. وبالرغم من ان هذا الشيء مرعب الا ان
جي جي ما تسوي لك أي شيء. لكن هذا شيء يتغير لما تظهر للمرة الثانية في ألتيميت كوستوم نايت، واللي تقدر إنها تتسلل لداخل المكتب اللي أنت فيه من خلال الفينتس، وتعطل عليك التحكم بالأبواب، واللي هو شيء يربط بنظرية إنه ويليام قاعد يتعذب، فبرضه راح يتعذب من الروبوتات الغير عدائية. أوكي، نجي لدي دي إن اللي حرفياً كل الناس يغلطوا ويقولوا إنه ظهر لأول مرة في ألتيميت كوستوم نايت، وبغض النظر عن نظرية إنه ممكن برضه ظهر في فناف 2، إلا إن أول ظهور فعلي لهذه الشخصية كانت في فناف وورلد، الجزء هذا المنسي من فناف، مع إنه له قصة كاملة ونقدر نربط فيه بقصة فناف بشكل جدا كبير. وبحكم إنه ما حد شرح قصة هذا الجزء، خلونا نوصل هذا المقطع 10,000 لايك إذا تبغوا إني أسوي شرح القصة الكاملة لفناف وورلد. المهم إنه يظهر في ميني جيم بسيط خاص بالصيد ولا شيء زي كذا، وكمان له أسرار في هذا الجزء، لكن نخليه لمقطع شرح قصة فناف وورلد زي ما قلت لكم. المهم إنه قصة دي دي إن في ألتيميت كوستوم نايت بكل اختصار هو روبوت تم صنعه من قبل جولدن فريدي عشان يعذب ويليام أكثر وأكثر ويجيب له روبوتات جديدة، واللي هم شادو بوني، لولبت، نايت مير تشيكا، بونت، ميني رينز، بلاشتراب. وبالضبط زي بالون بوي، دي دي ان عنده نسخة ثانية مرعبة، واللي على الأغلب انها تمثل الجانب المظلم لهذه الشخصية، واللي تظهر برضه في ألتيميت كوستوم نايت، واسم هذه الشخصية هو XOR، واللي يخليها مرعبة ومخيفة أكثر. ونظريتي البسيطة عن هذه الشخصية هي نفس شادو فريدي وشادو بوني، عبارة عن جانب دي دي ان المظلم والمليء بالذكريات السيئة والمظلمة اللي خلت هذه الشخصية تكون موجودة. وطبعا موضوع الذكريات السيئة هذه واللي يخليها تشكل شخصيات كاملة في فناف لحالة يبغى له مقطع كامل، واللي برضو لها علاقة بنظريتي بخصوص ليش ويليام ما يموت، فترقبوا المقاطع الجاية. في غرفة سرية مع رسومات كثيرة لمختلف الروبوتات اللي في المكان اللي تم رسمها وتعليقها على الجدران، وكأن في طفل رسمهم كان عالق هنا في هذه الغرفة، نشوف جهاز أركيد قديم موجود في آخر الغرفة اللي يحتوي على لعبة بالون وورلد اللي يلعب فيها غريغوري بطفل موجود في اللعبة لابس قميص مخطط بالأزرق والأحمر وحامل بالونات في يده. ومن خلال اللعبة نشوف إنه قاعد يتم مراقبة الطفل هذا من قبل الشمس والقمر، واللي مع الوقت قاعد يتحولوا لأشكال غريبة ومخيفة. وأثناء التقدم في اللعبة نشوف إنها بدأت إنها تقلتش، قاعد يتم اخذ الطفل هذا من قبل الصورة المشوهة هذه لشخصية الشمس مع عبارة تظهر على الشاشة مكتوب فيها جود نايت. ومن الواضح جدا ان في قصة مخفية هنا في هذا الميني جيم عن طفل كان ضحية لشخصية الشمس والقمر، لان في الغرفة نفسها اللي فيها جهاز الاركيد نقدر ناخذ الرسالة هذه اللي تلمح بشكل جدا كبير ان اجهزة الاركيد اللي في البيتزا بليكس وراها قصة مخفية وغموض ما تم حلها الى الان، وانا جاي هنا عشان احل هذا الغموض. وبحكم ان في جزء من فينيسا محبوس داخل البرنسس كويست، فاتوقع نفس الكلام هنا مع بالون بوي اللي صار ضحية جديدة لويليام افتن، لان نعرف من خلال الميني جيم الخاص بالبرنسس كويست ان فينيسا بالحقيقة احدى ضحايا ويليام وان حابس جزء منها داخل. ماني متأكد من هالشيء، لكن يمكن ان الطفل هذا كان ضحية لويليام عن طريق شخصية الشمس والقمر اللي كان ويليام قاعد يسيطر عليهم. واستنادا لاحدى الرسائل، احدى الامهات قاعدة تشرح كيف ان ابنها عانى من خوف مستمر وطويل من بعد ما زار منطقة الديكير، شرحت كيف ان ابنها ما قدر انه ينام وواجه الكثير والكثير من الكوابيس، وكله بفضل حبيبنا القمر هذا اللي جاب كوابيس انا، فما بالك بالطفل. ما هو واضح مين هم الشمس والقمر بالضبط، لكن استنادا للرساله باين انهم ضايقوا الطفل وخوفوه لين صار عنده مشكله نفسيه وبدا يخاف بشكل مستمر. وبرضه عندي نظريه بخصوص مين هم الشخصيتين هذول بالضبط، فتاكد انك مفعل زر الجرس عشان لا يفوتك المقطع اول ما ينزل. بالون بوي عنده تاريخ كبير مع سلسلة فناف، ظهر فيه الكثير من الأجزاء وبرضه ظهر فيه أشكال كثيرة في هذه الأجزاء. قبل لا نلعب سيكوريتي بريتش الكل كان معتقد أن بالون بوي مجرد ذكاء اصطناعي، لكن من بعد ما لعبنا البالون وورلد عرفنا أن بالحقيقة كان أحد الأطفال اللي تم قتلهم من قبل ويليام افتن. الحين خلينا نجي لأكثر جزء مثير للاهتمام من هذا المقطع، مين بداخل بالون بوي؟ تذكرون سامي إيميلي ابن هنري واللي هو الطفل صغير وكان ظهوره الوحيد الملحوظ في كتب فناف اللي تكون زي الكوميك، لكن بالحقيقة في احتمال كبير أنه ظهر في الجزء الرابع من فناف لما نلعب بالطفل الباكي ونقابل هذا الطفل ونتكلم معاه خارج مطعم فريدبير. يقول كلمات زي ان ابوه نصحه بانه ياخذ حذره من هذه الدنيا وبانها راح تخليه يتاذى بطريقه او باخرى وسماها فينجر تراب، فواضح جدا ان ابوه خبير بهذه الامور. وبينما ان من المستحيل يكون ويليام، فعلى الاغلب انه هنري، لان برضو نشوف انه استخدم كلمه تراب واللي هي كلمه ما استخدمها الا هنري في هذه السلسله بالكامل، ما حد من الشخصيات استخدم هذه الكلمه غير هنري. ونشوف ان لون عيون سامي ازرق وبالون بوي برضو لون عيونه ازرق، وبالاضافه لها شيء هنري هو اللي صنع بالون بوي، فيمكن هذا يفسر سبب صنع لهذا الروبوت عشان يحط سامي بداخله او شيء من هذا القبيل. فما ادري والله عن صحة النظرية الأخيرة هذه، لكن هذه النظريات اللي عندي. شاركنا في التعليقات تحت نظرياتك عن بالون بوي، لا تنسى انك تنزل تحت وتحط لايك اذا استمتعت بالمقطع، وبرضه عشان تساعد في انتشار المقطع فخلينا نحاول نوصل 10,000 لايك. شكرا على المشاهدة ونشوفكم في المقاطع الجاية.